تقول لكم هي عاوزاك. عاوزانا فين يا بنت؟ عندنا في البيت، هنروح لنادي خالتي سكينة وعم عبد العال. سكينة وعم عبد العال، هكون عايزانا ليه كلنا كده برابطة المعال؟ يكونش لا لا، على رأي المثل خبر بفلوس. يلا بينا يا رجالة. السلام عليكم. عليكم السلام. لا واقفهم عندهم مرايا. يا عفيف يا عبد الرازق. عبد الله معزومة ولا إيه؟ فضلة خيرك يا أخوي. مساء الخير يا راي. مساء الخير عليكي يا أختي. مساء الخير يا أم بديع. مساء الخير عليكي يا عبد العال. شوفوا بقى، أنا جمعتكم كده بربطة المعلم عشان ناكلوا لقمة مع بعض وتبقى عيش وملح. لكن قبل ما ناكله عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض ونتفق نبقى عيله واحده على الحلوه والنكهه، نحاجوا على بعض ونبقوا ستر وغطا على بعض. ان كان خير يعم على الكل، واللي يخون الاتفاق يندفن تحت رجلينا والدبان الازرق ما يعرفلوش طريق كره. قلتوا24 عسكري من قوات الأمن جرحى وأربع ضباط من ضمنهم مأمور اسم الجمرك. ما جاش بيان باللي اتقتلوا واتجرحوا من الإنجليز؟ هما ما بيرضوش يصرحوا بالمسائل دي. الحالة في البلد تقريبا متوقفة، الناس في الشوارع مش راضية تمشي. في شوارع عملوا فيها متاريس وقلعوا بلاطها وكسروه عشان يحذفوا بحجارته اللي تعرض له. ده حصل أيام الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية كانت ضد الفساد اللي كان موجود. هو الموجود دلوقتي ده مش فساد؟ يعني ايه دولة تيجي تحتل دولة وتستغلها؟ وما يعملوش كده ليه؟ مدام الملك ورئيس الحكومة راضيين. امال سعيد باشا ده عامل وطني ازاي؟ سعيد باشا ده كل اللي يهمه انه يفضل رئيس الحكومة. انا بستغرب على الناس المتمسكة بالسلطة ومستعدة انها تنزل نفسها الاجنبي عشان يرضى عنهم ويخليهم في الحكم بصرف النظر عن مصلحة شعوبهم. خد من ده كتير يا ابراهيم. ياما حيورد على مصر ناس من اللي انت بتقول عليهم دول. ده دافيه وجت للكل يا اختي. واقفه حالنا ايه ده؟ يوقف حد؟ ده حرام مستعجل. ما تقومي يا بنت انت وهي اللي معاكوا في وسطين، قوموا يلا. ما هو كله من تحت راس المظاهراتيه، هم اللي جابوا لنا القرطه الانجليزي دي في بحر. ده ايه ده اللي احنا فيه ده؟ ده مش عاتقين حد في الشوارع، بيفتشوا الناس كلها، مش عاتقين لا حرمه ولا راجل. ده ايام سودا ونيله ب60 ميل. ده انا كنت بنفكره نخرج تاني ونسرح بالبيت. يا اختي تنيلي انت كمان، انا عايزه تبيع بدها الممشش للناس، ما كفايه عاشتهم ممشاش. قومي يا بنت عايشه من هنا، تقلي معادك في وسطنا يا بنت، قومي. ما بقاش الا المقاطير كمان يقعدوا ياخدوا ويدوا معانا. ده ايه النصيبه دي؟ عايزين نفكروا في طريقه تطلعنا من الدكه دي. وهي دكه بعقل؟ لهو البنت خضرة تفشت من شويه. حقها، اديلها جمعتين دلوقتي. ده مرة بالروية قليلة الأصل،
عارفه المره دي لو رجعت تاني تكرشيها ولا تديلهاش وش. ودي هترجع تنهي ليه؟ ما احنا قاعدين بننش اهو. هو الحال ده هيفضل قد ايه؟ اني عارفه اهو اللي له اول له اخر.